بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في انجيل القديس لوقا، ويتكلم يقول: لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. لا تخف. موضوع الخوف ينتابنا مرات كثيرة جميعا، حيث مرات عديدة نخاف من أشياء كثيرة. مثلا هناك أشخاص يخافون من الأماكن المظلمة، يخافون من العقاب، يخافون عندما نأتي إلى امتحان، وهكذا. فكل منا عنده موقف يختلف عن الآخر في مفهوم الخوف. ولكن هنا يسوع يتكلم عن خوف آخر: لا تخف أيها القطيع الصغير. يتكلم الرب مع ابنائه، يقول لنا كأننا أطفال: لا نخاف لأن الرب معنا، هو أبانا. هو أبو القطيع الصغير ويقول: لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. في مزمور 91 يتكلم أيضا عن نقطة أخرى ويقول: لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1400 عن يمينك، إليك لا يقرب. لا تخاف من الليل ولا من أي سهم يطير في النهار، يعني لا تخف بشكل أكثر وإجمالا من أي شيء. مرات أيضا نخاف من حاجات أكثر مثل الفشل. في الكتاب المقدس إذا سردنا بعض القصص سنجد أن الرب مرات عديدة أعطى لأشخاص دعوات خاصة، يعني مسؤوليات وخدمة خاصة، ولكن جميعهم كانوا يدركون بما مدى ضآلة حجمهم. كأنهم يقولون للرب: أنا شخص ضعيف، أنا شخص لا أستطيع أن أقوم بهذه الخدمة. مرات أيضا الرب يطلب مننا أشياء ليس فقط كدعوة كخدمة، ولكن أيضا كعمل نقوم به. مثلا أن نلتزم في العمل، أن نصلي، أن نقرأ كتاب مقدس، أن نلتزم. جميعا ربما عندنا حجج إننا لا نستطيع، لأن البشر جميعا يعلمون أن ما يرغبون لا يستطيع دائما أن يقدموه. فلذلك نرجع للنص الكتاب المقدس، ويظهر لنا شخصيات اختبروا دعوات ونداء الرب، ولكن كانوا يعتقدون بوضعهم فقط أو بإمكانياتهم فقط لا يستطيعوا، وكانوا يخافوا من الفشل. في سفر الخروج بيتكلم عن موسى، وموسى من الشخصيات التي حملت دعوة كبيرة جدا. لم يطلب منه الرب فقط أن يذهب أن يبشر، كان قد يكون الوضع سهل إلى نوع ما، ولكن كان يطلب منه مواجهة الحاكم في هذا الوقت، أي الملك أي فرعون. مرات كثيرة نستطيع نقول: إذا دعوة
صلاة حاجات زي كده ربما يكون سهل، ولكن في مرات أن نواجه شخصيات، نواجه ظلم، تحديات، ربما في العمل أشخاص يظلمون، علينا أن نتحلى بالضمير. في مواقف كثيرة ممكن نواجه. موسى الرب أعطى له دعوة خاصة، أولاً أن يخلص شعب الرب، ثانياً من خلال أن يواجه فرعون ويطلب من فرعون أن يترك هذا الشعب إلى عبادة الرب. فقال موسى: من أنا؟ بيقول له: مين أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ إمكانياتي ضعيفة. عظم الله امرئ عرف قدر نفسه، ولكن عرف قدر نفسه في الكتاب المقدس علي أن يفهم إن قوتي في الضعف تكمن ليس بقدرتك يا موسى ولا بقوتك، ولكن بأباك السماوي ستكون لك القوة والنصرة. يقول أيضا في نص آخر في سفر الخروج: فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلامي. موسى بيقول للرب: أنا مش هو الشخص اللبق المتكلم الذي يستطيع أن يتكلم ويواجه. منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. يعني يتكلم موسى ويقول: أنا ثقيل الفم، يعني بتهته بمعنى بسيط آخر، وكأنه يقول لنا عندي صعوبة في النطق، فما بالك إذا حذهب عند فرعون. كل منا في مرات عديدة بيتحلى ببعض الصعوبات، قد أكون ثقيل الفهم، قد أكون ثقيل التكلم، أو ربما يكون عندي صعوبات مش أنا الشخص اللي يعرف يدافع. موسى كان بيقول للرب: أنا ما أقدرش أتكلم، ما أعرفش أتكلم. فقال له في موقف آخر الرب يدعو دعوة أخرى لشخصية أخرى من أحب الشخصيات في الكتاب المقدس في سفر القضاء، يتكلم عن شخصية نادراً ما نجد مثلها في الكتاب المقدس، شخصية جدعون. جدعون من أبطال الإيمان، هذه الشخصية الأخرى أصبح لها وضع كبير جداً في الكتاب المقدس، ولكن كانت شخصية جدعون من الشخصيات الضعيفة أيضاً. فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ الرب بيطلب من جدعون، يقول له: خلص شعبي. الرب جعل جدعون قاضي من أهم القضاة، بيقول له: خلص الشعب. فبيقول له: بماذا أخلص؟ ها أن عشيرتي هي الذلة في منسة، يعني القبيلة بتاعتي، العيلة بتاعتي دي وضعها مذلول، ضعيف جدا. ده أنا عيلتي ملهاش سمعة، صغيرة، ملهاش رونق، وأنا الأصغر في بيت أبي. يعني حاجتين: العيلة ضعيفة ملهاش اسم، وأنا كشخص جدعون أصغر واحد في بيت أبي، يعني بين إخواتي. من الحالتين يعني: يا رب سبت كل الناس والعائلات المرموقة وجاي تدور عليا أنا بس وتديني رسالة؟ أيوة، أنت بس أصغر واحد في عيلتك وأصغر قيمة كعيلة موجودة. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. يعني كل شعب المديانيين سيجعلهم الرب أمام جدعون كشخص واحد. عندما يطلب الرب طلب
يعطي مع هذا الطلب الحلول والإمكانية. موسى اللي كان ترمى في البحر وفي المياه هو اللي بيطلب منه الرب أن ينقذ الشعب، وجدعون اللي بيعتبر نفسه ضعيف بين الشعوب هو اللي بيطلب منه الرب هذه الدعوة الخاصة. قصة نبي آخر أرميا، أرميا من الشخصيات كمان اللي الرب بيطلب منها دعوة خاصة. فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أنا أتكلم لأني ولد. بيجي في موضع آخر بيطلب من ولد صغير الرب أن يدافع عن الشعب. هنا أرميا بيقول له أنا ولد صغير حروح فين وسط الناس الكبيرة؟ فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. ما تخافش، ما تقولش إن أنا ولد صغير، هتروح وحتطلب كل اللي أنا بطلبه منك. لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. هذا إنجيل لوقا النهاردة اللي بيقول إيه؟ لا تخف أيها القطيع الصغير. تأملنا في شخصيات عديدة، موسى، جدعون، أرميا، كلهم بقدراتهم اعترفوا أمام الرب إنهم لا يستطيعوا. أيضا عندنا شخصية مهمة جدا، يشوع. بعدما مات موسى طلب الرب من شخص آخر يكمل مسيرة قيادة الشعب وأن يصل بهم إلى أرض الميعاد. تقريبا يشوع رافق موسى مدة 40 سنة، فبيقول له يعني أنت يشوع تعلمت من موسى هذه الفترة، النهاردة هتاخد الرسالة. يعلم جيدا يشوع إنه من هو أمام هذا العملاق موسى الذي قاد الشعب وتحدى فرعون، وكأنه يقول أنا شخص ضعيف، أنا لا أتساوى بموسى، ده في شخصيات قبلي مهمة في التاريخ، أنا حكون مين وسطهم؟ هل الشعب حيقبلني خليفة لموسى؟ أعتقد يشوع إنه لا يستحق ولا يستطيع. فبيقول له الرب لا يقف إنسانا في وجهك كل أيام حياتك. لما بيطلب الرب سيجعل منك الأداة التي تستطيع. كما كنت مع موسى أكون معك. زي ما أنا وقفت مع موسى أنا حكون معك. موسى ما كانش بقوته، ده بقوتي أنا، وهكذا أنت مش بقوتك يا يشوع، ده بقوتي أنا. لا أهملك ولا أتركك. وهنا الآية اللذيذة جدا، تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأباهم أن أعطيهم. ده مش بس حيديله أن يقود الشعب، ده حيسم ورث أصباط بني إسرائيل، وهو اللي حيورثهم أرض الميعاد. 12 سبط يقودهم هذا يشوع، ولكن بقوة الرب. من هذه الشخصيات العديدة في ذاتهم يعلمون أن الفشل حليفهم، ولكن بقدرة الرب يؤمنون ويستطيعون بأن النجاح سيكون التاج على رؤوسهم. ليس بقوة الفشل حيستمروا، ولكن بنعمة النجاح من خلال الرب. في نص يشوع اللي محتاجين ناخد فيه تأملات فيما بعد بشكل كبير، نشوف أن مع يشوع بيدينا التلخيص كيف يكون النجاح مع أشخاص ضعفاء لما الرب يطلب منهم رسالة. بيقول له أول نقطة، كما كنت مع موسى أكون معك.
أول عوامل النجاح ليشوع ولكل الشخصيات ولنا أيضا إننا يجب علينا أن نكون مع مين؟ مع الرب. إذا حابب تنجح ونجاح حقيقي وليس وقتي، يجب أن أبني علاقة مع الرب يسوع مباشرة، لأن ربما ننجح ظاهريا ولكن لا يستمر هذا النجاح. عوامل الحقيقية اللي بيعطيها الضمانات الرب ليشوع بيقول له كما كنت مع موسى أكون أنا معك. موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب للأرض التي أنا معطيها لبني إسرائيل. بعد ما كان مع موسى بيقول له قم، علينا إذا اتحدنا بالرب نقوم بتنفيذ أوامر الرب، يعني أن ألغي ما هو يعوقني وتقدم بقوة الرب، أنفذ ما يطلبه الرب من خلال ضميري وليس من ضمير المجتمع أو عادات أو تقاليد أو احتياجات الناس. يبقى النقطة الأولى أكون مع الرب، النقطة الثانية أنفذ أوامر الرب التي مرات عديدة ستتعارض مع المجتمع وتتعارض مع شخصيتي وتتعارض مع عادات وتقاليد أو ربما نفاق أو الأشخاص الموجودين معه. النقطة الثالثة، عندنا ضمانة مهمة في عوامل النجاح في الاتكال على الرب، إنك تشدد وتشجع، يعني خليك قوي ما تخافش. أنت لم تتكلم عن قضية من ذاتك، ولكن أنت مسؤول من قضية الرب أعطاها لك، فكن قوي وتشجع، لا تهاب شخص زي موسى لا يهاب فرعون. وهكذا لما الرب يطلب مننا رسالة أواجه أي شخص كان، لأن بيطلب مني تشجع. هذه الشجاعة لا تعني التهور، ولكن الشجاعة تعني ضمانة أن الرب هو الذي يقود خطاي. نقطة تانية في آية أخرى وبيقولوا أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب. الشجاعة هنا أنك ما تخافش، لا ترهب، لا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. لا تخف أيها القطيع الصغير لا من عتم الليل، لا من صعوبات الطريق، لا من أي شيء أو من سهم طائر، ما تخافش من أي حاجة. هذه عوامل النجاح اللي ممكن يدعنا الرب لما نكون مقدمين على عمل كبير، وممكن يكون قدامنا هذا العمل يساوي الفشل. آخر نقطة لعوامل النجاح، كيف نكون مع الرب؟ كيف نتشجع ولا نرهب؟ كيف نتقوى؟ كيف أكون قوي؟ هناك نصيحة أخرى وحيدة بيعطها لنا الرب في سفر يشوع، بيقول لنا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. عايز تكون فعلا قوي قدام نفسك والآخرين والمجتمع وعيلتك والعمل والجيران وأي شخص كان، هي وسيلة واحدة قدامك تحتفظ بها. إيه هي؟ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، يعني لا تترك كتاب الله وصايا الله من فمك، يعني خلي كلماتك من كلمات الرب، يعني هضمتها بقلبك عشتها. فبالتالي هذه النصيحة إنك لا تترك سفر الشريعة قوانين الرب، مش بس كده بل تلهج فيها نهارا وليلا. عشان ألهج فيها يعني أعيشها، بمارسها، بشتغل عليها، بأكلها، هي محتاجة أن أقرأ كتاب مقدس، أحفظه، أتعلمه، أعيشه، بعد كده أدرس، أبحث لغاية ما أخلي الكلمة تصير فيها وأنا فيها
كأنها جزء واحد. كلمة الرب هي اللي احنا بعدنا عنها كتير، هي اللي بتحفظنا. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيها نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. لو استعملت كلمة الرب هتقودك في الطريق، هتحفظك، ولا أحد يستطيع أن يهزمك. عشان كده النهاردة بإنجيل لوقا يقول لنا: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. النقطة الختامية: إذا عشنا هذه القوة والنعمة بالشجاعة، سيكون عندنا حاجة مش خايفين منها، عارفين إيه هي الهدف؟ سنارس الملكوت. مش إنك تخاف لأنك هتكون بطل ودعوة مرموقة وشخصية مرموقة، ولكن تتويج هذا العمل، الاتحاد بالرب، الثمرة النهائية بتاعته إنني أرس الملكوت، الورث بتاعي إن أكون ابن للآب. هذا ما يطلبه مننا الرب بحفظ وصايا. ولإلهنا المجد الدامي الأبد، آمين.